أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. هل انتقلنا من عصر العنف والإرهاب إلى عصر التوحش والعودة إلى الرمح والنشاب؟ ماذا يقف وراء العنف الوحشي الذي تمارسه الجماعات المتطرفة اليوم من تقتيل على الهوية وتهجير الأقليات والذبح بالسكاكين؟ كيف حصل ذلك بعد 14 قرن من الرسالة الإسلامية السمحاء التي حرمت قتل النفس والمثلة حتى بالكلب العقور؟ هل الوحشية نتاج لنوعية طارئة من التعصب الديني أم لها جذور في التاريخ الإسلامي؟ هل هي شذوذ فقهي أم نتيجة طبيعية لتفكك الاستبداد وتفكك الدولة معه وترهلها؟ هل يقتصر التوحش على مذهب أو مدرسة فكرية معينة أم تشترك فيه كافة المذاهب؟ هل التوحش خاص بالمجتمعات الإسلامية أم وجدت نماذج شبيهة له في المجتمعات الأوروبية؟ هذا ما أنوي مناقشته هذه الليلة في حلقة جديدة من برنامج البعد الثالث تحت عنوان الجماعات المتطرفة من الإرهاب إلى التوحش. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهو الدكتور علي أحمد الديري، وهو أكاديمي بحريني مقيم في بيروت. هو ناقد وباحث، صدرت له عدة مؤلفات، ويعمل حاليا على كتاب تحت اسم نصوص متوحشة، يحاول أن يبحث فيه عن جذور التوحش لدى الجماعات المتطرفة. مرحبا بك دكتور علي في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم، وسعيد بلقائكم، وفي الحقيقة موضوع في غاية الأهمية أجده وفي لحظته المناسبة. إن شاء الله نوفق دكتور جميعا لنقاش هذا الموضوع. لو نبدأ دكتور ونتحدث عن مرور 14 قرن على الرسالة الإسلامية التي تحمل معاني التسامح والحضارة والرقي، ونأتي اليوم لنشهد هذه المظاهر المؤلمة المتوحشة التي تتمثل بالقتل وبحز الرؤوس، كيف تفسر مثل هذه الظاهرة بعد هذا الزمن الطويل؟ طبعا هذه الظاهرة تفسيرها يحتاج إلى تركيب، بمعنى لا يمكن أن نقول أن هذه الظاهرة ترجع إلى سبب واحد. النصوص المتوحشة هي إحدى المداخل لتفسير هذه الظاهرة، ولكن هناك أبعاد أيضا تتعلق بالسياسة الحالية، تتعلق بالوضع الحضاري الحالي، تتعلق بالوضع والصراع السياسي الحالي. ولكن هذا الصراع الحالي الذي نحن نعيشه على البعد السياسي له خلفيات أيضا، وهذه الجماعات المتصارعة أو هذه الجماعات التي توظف في هذا الصراع هي تتغذى على نصوص تمتد إلى التراث الإسلامي مع الأسف، وعلينا أن نواجه أنفسنا ونواجه هذه النصوص ونبتعد عن المجاملة لكي نستطيع أن نتخلص من سلطة هذه النصوص علينا اليوم، ونتخلص من توجيهها وسيطرتها أيضا على حاضرنا. ولا يمكن في الحقيقة أن نحرر هذا الحاضر من دون نقد هذا الماضي. طيب دكتور، أنت ذكرت بأن هناك أساس في التاريخ الإسلامي لمثل هذه المظاهر، هل لك أن تطلع السادة المشاهدين على ماهية هذه الأسس التي يعتمد عليها هؤلاء؟ دعني أقول أولا أن هناك مسألة في غاية الأهمية تحتاج إلى توضيح، لأن بالنسبة لنا مقاربة النصوص التاريخية هي مسألة حساسة مذهبيا مع الأسف، لأننا ما زلنا نعيش التاريخ نفسه ونعيش التاريخ بصراعاته نفسها. فهذا التوضيحات أحيانا هي نوع من محاولة درء كما يقال الشبهات، أو محاولة توضيح بعض الأبعاد الأكاديمية في الموضوع. هناك فرق أولا بين المذهب الفقهي ونصوصه وبين توظيف السلطة السياسية إلى هذا المذهب، بمعنى أننا هناك فرق بين
نصوص المذهب الشافعي كما هي، وبين أن أقول نصوص هذا المذهب حين وظفتها مثلا الدولة السلجوقية طوال فترة حكمها إلى العالم الإسلامي. فأنا حين أنتقد مثلا هذا التوظيف، أنا لا أنتقد المذهب الشافعي بقد ما أنا أنتقد توظيف هذه النصوص في هذه السلطة السياسية التي سميت السلطة السلجوقية. أنا أفترض في التاريخ الإسلامي أن هناك مرحلة طويلة جدا، وهذا افتراض كما أقول لمحاولة تفسير ظاهرة العنف. فترة الحكم السلجوقي ثم فترة الحكم الزنكي ثم فترة الحكم الأيوبي التي امتدت تقريبا من 450 هجرية، وهي الفترة التي وصل فيها السلاجقة إلى بغداد، ثم بعد ذلك انبثق منهم الزنكيون والذين حكموا أيضا الشام، ثم الأيوبيون الذين حكموا أيضا الشام والقاهرة وفي زمن الدولة الفاطمية. هذه الفترة التاريخية تحتاج إلى تسليط ضوء، ما الذي أنتج فيها من نصوص فقهية، ما الذي أنتج فيها من فتاوى، ما الذي أنتج فيها من أحكام، ما الذي أنتج فيها أيضا من مواقف دينية، كلها بحاجة إلى تأمل وبحاجة إلى نقد لكي نعرف أن هذه الفترة الخصبة من العالم الإسلامي أنتجت كمية كبيرة من نصوص التوحش هي بحاجة إلى تفكيك اليوم. طيب دكتور، هل تعتقد بأن الجماعات المتطرفة التي تمارس هذه الممارسات في الفترة الحالية تنتمي إلى امتداد لتلك الفترة التي تتحدث عنها؟ نعم أعتقد ذلك. أعتقد أن النصوص التي يستخدمها هؤلاء الآن هي نصوص ممتدة في التاريخ ولم تنقطع، بقيت من إنتاجها في هذه الفترة التي تحدثت عنها وقبل هذه الفترة أيضا، وما زالت حية إلى هذا اليوم. دعني أوضح دكتور عبد الصمد هذه الفترة أكثر. نحن نعرف أن بغداد كانت محطة صراع طائفي طوال فترة التاريخ ولم تتوقف، وهي أيضا محطة لإنتاج أفكار علماء الكلام، وهي أيضا محطة لإنتاج مذاهب فلسفية ومذاهب فقهية ومذاهب عقائدية، وكانت في الحقيقة فترة خصبة جدا طوال التاريخ الإسلامي طوال الثلاثة قرون الأولى من العصر الإسلامي. ولكن بمجيء السلاجقة في تقريبا 450 هجرية، يعني في منتصف القرن الخامس الهجري، وهو ما يعادل تقريبا بداية القرن الحادي عشر الميلادي، الأتراك جاءوا أو السلاجقة الأتراك جاءوا من شرق آسيا، هم جاءوا كمقاتلين، لم تكن لديهم أبعاد حضارية أو لم تكن لديهم أبعاد ثقافية، جاءوا وصلوا إلى بغداد في فترة الحكم العباسي، فهم أرادوا أن يعوضوا عن هذا الفراغ الفكري الذي كان لديهم بشيء آخر، فطرحوا أنفسهم كمدافعين عن السنة ومتحدثين باسم السنة، واعتبروا أن السنة بالمفهوم الذي هم يتبنونه هو المفهوم الصحيح، بمعنى الطريق المستقيم، الطريق الوحيد الذي وجدت فيه السلطة السلجوقية أنه هو الطريق الذي يمثل الإسلام الصحيح. وما هو هذا الطريق؟ هو عبارة عن الإسلام السلفي، يعني الإسلام الذي يعتمد على الأحاديث وينفي موضوع العقل وينفي موضوع الرأي ويستبعد أي شيء يتعلق بعلم الكلام والفلسفة، وهو ما تبلور لاحقا بما عرف بالمذهب الأشعري، وعلى البعد الفقهي هم تبنوا المذهب الشافعي، ولكن أذكر أنهم تبنوا المذهب الشافعي، ولكن تبنيهم وطريقة فهمهم إلى المذهب الشافعي وطريقة تطبيقهم للمذهب الشافعي هو ليس المذهب الشافعي في ذاته. دكتور علي، الجماعات التي تمارس التوحش تبرر بأن لهذا التوحش شواهد من التراث الإسلامي. نريد أن نطرق صلب الموضوع، السادة المشاهدين يريدون أن يعرفوا ما هي هذه الشواهد التي يستند عليها هؤلاء لتبرير أفعالهم الوحشية. أعطني أمثلة لو سمحت.
أعطيك مثال، مثلا هناك نظام الحكم، نظام الحكم هو الوزير السلجوقي الذي هندس الدولة السلجوقية، بنى مجموعة من المدارس عرفت بالمدارس النظامية أو النظامية. هذه المدارس التي أسست في نيسابور وفي بغداد وفي كل العالم الإسلامي كانت تؤمن بفكرة واحدة، هي فكرة أن المذهب الشافعي هو المذهب الوحيد، وأوقفت كل الأوقاف على المذهب الشافعي. وعلى المستوى العقائدي كانت ترى أن العقيدة الأشعرية في فكرة الألوهية هي العقيدة الصحيحة، وكل ما عداها هو كفر، والجماعات التي لا تؤمن بهذه العقيدة هي جماعات كافرة ينبغي شن الحرب ضدها. في هذه الفترة جاءنا العالم الكبير هو الغزالي. الغزالي كان هو الفقيه الذي مثل هذه المدارس النظامية، ومثل أطروحة نظام الملك الوزير السلجوقي مثلها خير تمثيل. ماذا يقول هذا العالم الكبير الغزالي؟ طبعا الغزالي كما هو معروف هو عالم كبير، ولديه منتوجات كبيرة في التصوف، ومنتوجات كبيرة عقلانية في العقائد وفي التصوف وفي الفقه، ولكن هناك أيضا لديه منتوجات هي غير معروفة أو لا يتحدث عنها الكثيرون. ما هي هذه؟ هي النصوص التي أسميها نصوص التوحش. ما هي هذه نصوص التوحش؟ نعم. التي عند الغزالي وكيف عملت في التاريخ؟ لدينا نص مشهور إلى الغزالي اسمه فضائح الباطنية. ماذا يقول هذا النص؟ وما هو السياق السياسي الذي ألف فيه الغزالي هذا النص؟ السياق السياسي هو لديه كان خصومة سياسية مع الفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر، أي لديه خلاف مع الإسماعيليين الذين كانوا يحكمون مصر ولم يكونوا يعترفون بالدولة أو بالحكم العباسي، بمعنى أن الخلافة العباسية التي كان الغزالي يعيش في بلاطها لم يكن هؤلاء يعترفون بها، وكانوا في خلاف سياسي كبير. فهو أصدر مجموعة من الفتاوى في هذا الكتاب تعتبر هؤلاء الفاطميون وهؤلاء الإسماعيليون مرتدون، ليس فقط أنهم مرتدون ويجب على الخليفة أن يقتلهم، ولأنهم مرتدون ويسبي نساءهم ويقتل أطفالهم، وعليه أن يبتدئ بحربهم ولا ينتظر إلى أنهم يحاربون، بمعنى أنه لا يحاربهم كدفاع عن النفس، وإنما عليه أن يحاربهم ويقتلهم لأنهم يعيشون في منطقة دار هي دار الحرب، لأنهم لا يعترفون بالخلافة العباسية. دكتور علي، هذا النص. دكتور علي، هل المدرسة التي ذكرتها هي المدرسة الوحيدة التي تتبنى مثل هذه النصوص وتروج لها، أم المدارس الإسلامية الأخرى أيضا بها أشياء شبيهة بهذا الشيء؟ أنا أتحدث هنا عن مدرسة تبنيت من ضمن نظام سياسي. المدارس النظامية هي لم تكن مدرسة واحدة، هي كانت مجموعة مراكز موجودة على امتداد العالم الإسلامي، وكلها كانت تخضع إلى الخلافة العباسية الرمزية، وفعليا يعني السياسة القوة أو كما يقول الغزالي الشوكة كانت بيد السلاجقة. هؤلاء السلاجقة لم يكونوا لديهم بعد ثقافي ولم يكن لديهم سماحة، هم مجموعات مقاتلة، وتبنت هذه المدارس ودرست فيها بطريقة أحادية، بطريقة لا تؤمن بالآخر، فبالتالي هي أنتجت نصوص متوحشة في هذه المدارس، وكمية كبيرة لدينا من علماء التراث كلهم نشأوا في هذه المدارس ودرسوا في هذه المدارس. وعطيت مثالا هو الغزالي. الغزالي يعتبر أشهر وأكبر عالم في العالم الإسلامي في هذه الفترة، أنتج هذا الكتاب وأنتج كتاب آخر أيضا هو اسمه الاقتصاد في الاعتقاد. والاقتصاد بمعنى هنا أن هناك مجموعة مقتصدة من يعني ممكن أن نختصر بمعنى مجموعة من الاعتقادات التي تمثل الإسلام الصحيح، التي تمثل الطريق المستقيم، وكل من خرج على هذا الإسلام الصحيح يمثل أو أنه يكون ضال
أو أنه يكون مبتدع أو أنه يكون كافر أو أنه يكون مرتد. طيب فبالتالي هذه النصوص عملت عملا تشويهيا كبيرا جدا وأنتجت لدينا حروب كلامية وحروب أيضا ليست فقط كلامية وحروب سياسية وأنتجت يعني الدولة السلجوقية ثم ما جاء بعدها الدولة الزنكية ثم الدولة الأيوبية التي هي بقيادة صلاح الدين الأيوبي. هذه الدول كان بالنسبة لها رقم واحد هو الجهاد. طيب الجهاد هو رقم واحد لديها. هناك سؤال ملح هناك سؤال ملح يقول كيف نستطيع أن نربط بين ما يمارسه هؤلاء باسم الدين من توحش بهذه الفترة وهذه الفتاوى التي تحدثت عنها؟ هذا سؤال مهم سنطرحه ولكن بعد أن نعود بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معي أعزائي المشاهدين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وهذه الحلقة التي نخصصها للجماعات المتطرفة من الإرهاب إلى التوحش. وأعود إلى ضيفي الدكتور علي وأكرر السؤال الذي ختمنا به الجزء الأول من هذه الحلقة، وهو كيف نثبت بأن ما يقوم به الجماعات التي تقوم به في هذا الوقت من ممارسات وحشية يرتبط ارتباطا مباشرا بما ذكرت عن هذه الفترة وهذه المدرسة التي تتبنى هذه النصوص؟ نعم، هذه الفترة كانت قيمة الجهاد هي القيمة الأولى بالنسبة إلى العالم الإسلامي الذي كان يحكمه السلاجقة، وقلت وانبثق منهم الزنكيون عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي، كلهم انبثقوا من هذه الجماعات التركية، وهي جماعات يعني لم تكن عربية في أصلها ولم تكن لديها يعني إرث ثقافي ولم يكن لديها إرث فلسفي. حاربت الفلسفة، حاربت علم الكلام، حاربت المدارس الكلامية، لم تؤمن إلا بمذهب واحد ولم تؤمن إلا بفكر واحد. وكان بطبيعة فكر الجهاد فكر يحتاج إلى أن تكون هناك فكرة واحدة تجمع الناس كلها حولها. ونحن نعرف أن في هذه الفترة كانت الحروب الصليبية قد بدأت منذ 1098 ميلادية واحتلت البيت المقدس في فترة الحكم السلجوقي. فهذه الفترة التي كان هناك فيها عدو خارجي يحكم جزء من العالم الإسلامي وكانت هناك فيها الخلافة الفاطمية في مصر، أراد هؤلاء أن يوجدوا أيديولوجيا أو يوجدوا عقيدة يمحور حولها جميع المسلمين، فكان هي عقيدة الجهاد. يعني إذا كانت هناك انتصارات حققت في هذه الفترة على الصليبيين فهذا إنجاز تاريخي نعتبره رائعا، ولكن في المقابل ولذلك أقول أننا بحاجة إلى نقد علمي لهذه الفترة. طيب دكتور، في مقابل دكتور هذه الإنجازات دعنا دكتور علي على نعيش على الصليبيين دكتور علي هناك دكتور علي دعنا نعيش. نعم. في هذه الفترة نحن لا نختلف معك حول تفسيرك للفترات السابقة من التاريخ الإسلامي. المشاهد الكريم يريد أن يعرف كيف يمكن الربط بين الأحداث الحالية مع ما تفضلت به، أين هي الشواهد؟ هل هناك صدر عن هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الممارسات تصريحات ادعاءات بأنهم ينتمون إلى امتداد هذه المدرسة التي تتحدث عنها؟ لأنه بصراحة هناك يعني هناك هناك الجماعات الموجودة الآن هناك تصور في نظرتها لأكمل التكفيرية هناك تصور دكتور علي تراث ابن تيمية مثلا، أحد يعني تراث ابن تيمية يمثل إحدى النصوص المهمة الفاعلة في هذه الجماعات. تراث ابن تيمية أين أنتج في هذه المنطقة في هذا التاريخ. ابن تيمية جاء بعد الغزال ب150 سنة ولكنه جاء ضمن هذا التراث، تراث الأيوبيين، تراث السلاجقة، تراث فيما بعد أيضا المماليك،
كلهم كانوا ضمن هذا التراث. الإنتاج الذي أنتجه ابن تيمية كان يكفر الجميع، كل من هو خارج العقيدة الأشعرية، خارج المذهب الحنبلي، خارج الأرثوذكسية السنية كما أوضحتها، يعتبر كافر ويجوز قتاله. وابن تيمية كان متشددا جدا تجاه كل أقلية هي خارج هذا المذهب، ضد الشيعة، ضد المسيحيين، ضد كل من طيب يعني له فتاوى علي، يعني دكتور علي هناك مشهورة هناك وما زالت هذه الفتاوى تطبع إلى اليوم. تسمعوني دكتور علي، إلى اليوم تطبع وإلى اليوم توزع وإلى اليوم تنتشر، وكذلك كتب الغزالي التي تحدثت عنها إلى اليوم هي موجودة ولها شروحات على الإنترنت، حين تفتح دكتور الإنترنت علي اسمح لي وستجدها دكتور يعني تطبع في مطابع حديثة وبأشكال جميلة، وهذه نفسها هي هذه التي الفكرة تمثل واضحة دكتور علي. نصوص هؤلاء هل مثلا تسمعني دكتور علي؟ دكتور علي لدي تساؤل، هي نفسها لم تختلف أبدا، يعني لا يوجد فرق بينها وبين الدكتور علي. لا يسمعني الدكتور علي. لدي تساؤل مهم في هذا الإطار. هناك من يعتقد بأن ما يحدث الآن هي لعبة أجهزة مخابرات غربية، قد يكون جزء منها مخابرات عربية، تستغل هذا التاريخ، هذا الإرث للترويج إلى أن هذه الجماعات تتبنى فكر مدرسة إسلامية، بينما هي تنفذ مخططات استخباراتية. هل تلمس أنت أن هناك قد يكون مصداقية لمثل هذه الفكرة، أم أنها امتداد حقيقي للمدارس الإسلامية المتطرفة السابقة؟ كما قلت لك أن النصوص هذه التراثية لا تشتغل إلا ضمن سلطة سياسية. يعني هذه النصوص لو كان أنتجها فقيه لم يكن ضمن بلاط دولة أو ضمن سياسة معينة لم يكن لها أي تأثير. كذلك هذه الجماعات لو لم تكن هناك أجهزة مخابرات وسياسات دولية تستفيد منها لم يكن لها أي تأثير. فالأجهزة السياسية، وهذه تحتاج إلى مقاربة سياسية، نعم تشتغل ضمن هذه الجماعات، لكن هذه الجماعات لا تشتغل كمنفذ آلي لهذه الأجهزة. هي لديها أيضا أطروحاتها العقائدية مستمدة من هذا التراث الذي نحتاج إلى أن نقف عليه ونفككه وننقده، وبحاجة أيضا إلى تحليلات سياسية لنعرف كيف تدار هذه الجماعات وكيف يتم التحالف معها. لكن لا يمكن أن تكون للتحالفات السياسية أن تولد جماعات بهذه القوة. هذه الجماعات لديها عقائد صادقة، يعني هم صادقون فيما يعتقدون فيه، هم مؤمنون بما يقومون فيه، وإلا مستحيل أن يفجروا أنفسهم، مستحيل أن يقدموا أرواحهم، مستحيل أن يكونوا بهذه الشراسة وعدم المبالاة بحياتهم لو لم تكن لديهم نصوص يؤمنون بها إيمانا مطلقا، لو لم تكن لديهم نصوص يؤمنون أنها مؤسسة على أسس شرعية متينة وقوية ومقنعة تماما. وهذه طيب الخطورة في هذه النصوص طيب أنها مؤسسة ضمن نعم. دكتور علي بالنسبة ولنتحدث بصراحة، هل تعتقد بأن التراث الشيعي ليس به أي نصوص تكفيرية أو تدعو إلى قتل الآخرين؟ بالنسبة للتراث الشيعي علينا أن نميز بين موضوع التكفير أولا، على بمعنى التكفير الذي هو يرسم حدود للعقيدة، وهذا موجود في أغلب تقريبا الجماعات أو المدارس الكلامية لدينا، أنها تضع حدود لها، مثلا هذه الحدود تميز فيها بين من يؤمن بها ومن يكفر بها. ففي التراث الشيعي في الحقيقة أنا حاولت وما زلت أحاول أن أبحث عن نصوص تكفيرية بهذا المعنى المتوحش، يعني بالنصوص التي تدعو إلى القتل، فأنا لحد الآن في الحقيقة لم أجد. هناك نصوص تكفر الآخر ولكن لم تصل إلى مرحلة قتله. النصوص التي تحدثت عنها مثلا عند الغزالي أو عند ابن تيمية هي نصوص ليست فقط تكفر وليست فقط تقتل، هي نصوص
توجب على الحكم من يحكم باسم الخلافة أن يقتل هؤلاء لأنهم يعيشون في دار حرب بمعنى دار كفر أو لأنهم مرتدون. في النصوص الشيعية في الحقيقة لم أجد ذلك. الشيء الآخر أن النصوص الشيعية هي لم يتسنى لها أن تحكم باسم دولة لفترات طويلة كما تسنى مثلا إلى النصوص التي تمثل البعد السني أن هي مثلا حكمت إيران كلها، حكمت العراق كلها، حكمت الشام كلها، حكمت مصر كلها. لدينا دول بسيطة جدا حكمت العالم الإسلامي، مثلا الدولة الفاطمية. أنا حين أقرأ في الدولة الفاطمية إلى فقيهها وهو القاضي النعمان، فقيهها قاضي النعمان الذي ألف كتاب دعائم الإسلام وألف كتاب الاختلاف في أصول المذاهب وألف كتاب أساس التأويل. هذا قرأت كتبه فرحت أبحث عن نصوص تدعو إلى قتل المسلمين المختلفين معه لم أجد، في حين أنه كان يعيش في الحكم الفاطمي الذي هو مكفر ويجب قتله من قبل مثلا الغزالي ومن قبل نظام الملك ومن قبل الفقهاء الذين كانوا يعيشون في المدارس النظامية. لم أجد في كتابه أبدا أي نص يدعو إلى القتل. وجدت في كتابه أنه يخطئ، أنه يدافع عن مذهبه، أنه يدافع عن من يعتقدون أو من يناولون فكرة الإمامة، لكني لم أجد أبدا نصوص تدعو إلى القتل. لم أجد نصوص تدعو أو تعتبر الآخرين أنهم مرتدون ويجوز قتلهم. لم أجد ذلك، ولكني لا أنفي نحتاج إلى باحثين أيضا يشتغلون على التراث أيضا هذا ويخرجون لنا نصوصا متوحشة فيه. طيب دكتور علي، دعني أشرك السادة المشاهدين، كان لنا سؤال على موقعنا في تويتر مختص بهذه الحلقة لنستمع إلى بعض الآراء من السادة المشاهدين. كان سؤالنا: هل ترى أن الأعمال الوحشية التي تمارسها الجماعات المتطرفة نتاج شذوذ فقهي أم لها جذور في التاريخ الإسلامي؟ لنرى بعض الإجابات. على سبيل المثال أحمد عبد العزيز يقول: ليس لها جذور بالتاريخ الإسلامي، إنما شذوذ من أشخاص متطرفين لا ينتمون للإسلام بأي صلة وهم يشوهون الإسلام بوحشيتهم. دكتور بدر العتيبي يقول: المسببات لا تنتمي للتاريخ الإسلامي، إنما هي نتيجة شذوذ فكري متطرف يدعو للموقف الأوحد والقيادة أيا كانت العواقب. داهم القحطاني يقول: التطرف من أي تيار حتى لو كان يساري ناتج عن شدة الصراع السياسي، فيتم اللجوء لمبررات دينية أو أيديولوجية. أبو عبد الله يقول: برأيي المتواضع هي نتاج شذوذ فقهي متشدد مكفر لكل من يخالفه، ظهر في السنوات 25 أخيرا انطلاقا من الجزائر كقطع الرؤوس. عبد الوهاب جمال يقول: هو شذوذ فقهي، ولكن هذا الشذوذ له امتداد تاريخي، فهذه الجماعات هي امتداد للخوارج الذين ذكرهم التاريخ وهم خوارج هذا العصر. علي الشطي يقول: تلك الجرائم الوحشية لها جذور في الفكر والتاريخ الإسلامي، تراث يحمل الكثير من الإقصاء والتكفير لأبسط الأشياء ولأسباب سياسية. أتوقف عند بعض المشاركات التي تحدثت عن الخوارج. هل تعتقد أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو أول من قاتل التكفيريين؟ الإمام علي بن أبي طالب لم يكن يكفر الخوارج بالمناسبة، لم يكفر الخوارج أبدا، وكلما سئل عن الخوارج الإجابات تأتي بأنهم جماعة تأولوا وأخطأوا أو ضلوا، ولكنه لم يكفرهم أبدا أبدا. وحين قاتلهم قاتلهم بناء على أنه قال لهم أن بيني وبينكم حرمة دماء المسلمين، فهم لم يلتزموا بذلك، بدأوا يقتلون وبدأوا يقطعون وبدأوا يغتالوا، بدأوا يتعرضون في طرقهم إلى المسلمين الذي لا يؤمنون بأفكارهم. حينها دخل الإمام علي في حربهم، ولكنه لم يقتلهم أبدا، وكان دقيقا الإمام علي في إجابته، في حين أن الخوارج هم فعلا أول جماعات بدأت التكفير. الخوارج هي أول جماعات بدأت التكفير.
وبالإمكان أقول يعني تعليقا على مداخلات الأخوة في تويتر، ممكن أن أقول أن الخوارج هم شذوذ، ممكن أن أقول ذلك، ولكن الفقه الإسلامي لم يكن شذوذا مع الأسف الشديد. لدينا كما قلت يعني الغزالي ليس شاذا، الغزالي عالم كبير ونصوصه محترمة في العالم الإسلامي ومبجل جدا، ولكن نصوصه في تكفير مثلا الإسماعيليين، في تكفير الفاطميين، في تكفير من هو ليس على مذهبه، نصوص واضحة، نصوص يعني واضحة في ذلك وليست شاذة. من انتقدها؟ لا يوجد نقد لها، بل يمكن ربما نحن الآن حين ننتقد الغزالي في هذه النصوص ربما نتعرض إلى حملة، ربما نتعرض إلى نقد، ربما نتعرض إلى تشويه، ولكن الغزالي لم ينتقده أحد، ونصه بقي، وكما قلت لك ما زال إلى اليوم يطبع، وما زال إلى اليوم حين تبحث في الإنترنت ستجد هناك من يشرح نص الغزالي ويقدمه بالإنترنت إلى هذا الجيل. كيف نحن لم ننقد تاريخنا، وهذا التاريخ ليس شاذا، هذا تاريخ، هذا تراثنا. الآن داعش بما خرجت به ربما تكون العمليات التقتيلية هذه شاذة بدرجة معينة، ولكن النصوص التي تستند إليها، التبريرات الشرعية التي تستخدمها، هي ليست شاذة، هي موجودة في تاريخنا، في تاريخنا، هي موجودة في كتب الفقه، هي موجودة في الفتاوى، هي موجودة في النصوص، خصوصا التي ارتبطت بسلطات سياسية وكانت مناوئة إلى جماعات مختلفة معها، وهذه لم تتعرض إلى النقد إلى هذا اليوم، وليست لدينا جرأة حتى إلى نقدها إلى اليوم. من لديه الجرأة اليوم؟ قل لي من لديه الجرأة اليوم على أن ينتقد هذه النصوص التي تطبع اليوم بكثافة شديدة مثلا في السعودية، نصوص ابن حزم، عفوا نصوص ابن تيمية، كلها تنضح بهذه الفتاوي. هل هي شاذة؟ إذا هي شاذة فكيف هي تمثل اليوم هذا الانتشار الرهيب؟ كيف تمثل اليوم هي هذا الفضاء الواسع التي نجد فيها هذه النصوص؟ إن كلمة شذوذ لهذه النصوص هي بمثابة هروب من مواجهة المشكلة. طيب دكتور، هذا الحوار مستمر في هذه الحلقة التي نخصصها للجماعات المتطرفة من الإرهاب إلى التوحش، ولكن بعد هذا الفاصل القصير سنعود معكم أعزائي المشاهدين، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نخصصها للجماعات المتطرفة من الإرهاب إلى التوحش، ويبقى ضيفنا العزيز هو الدكتور علي أحمد الديري. دكتور، نتابع هذا الحوار وأبدأ من نقطة تحدثت فيها عن الخوارج. كيف تفسر أن كثير من المدارس السلفية في العصر الحالي تعتبر داعش، وهي من تقوم الآن بعمليات التقتيل وحز الرؤوس، بأنها تمثل خوارج هذا العصر؟ ما هو تعليقك على هذا؟ طبعا لأسباب سياسية الجميع يتبرأ من داعش، ولكن أنا أقول أن نصوصنا لا تتبرأ من داعش. داعش تستطيع أن تجد لها في نصوصنا ما يمكن أن يدعم وجهة نظرها. ربما هم في درجة من الدرجات من التوحش أنهم تجاوزوا مثلا، تجاوزوا لدرجة أنهم اقتربوا من الخوارج، صحيح هذا الكلام، ولكن أنا سأعطيك مثالا. يعني نص ابن تيمية يكفر مثلا جبل عامل كله بالاسم، جبل عامل بالنسبة إليه كلهم اللي فيه كفرة، يعتبر الشيعة الموجودين فيه كفرة، يعتبر الدروز الذين فيه كفرة، يعتبر حتى السنة الذين يعيشون في هذه في هذا الجبل كفرة، أو أنهم ممكن أن يكونوا كفرة إذا لم يخرجوا منه، لأنهم سيتأثرون أيضا بهذه الأجواء. وكذلك قس على ذلك من يعيشون في سوريا اليوم. هذه نحن نعرف الآن جماعة التكفيرية تستهدف كل الأقليات التي لا تنتمي إليها في سوريا وفي لبنان،
من أين لهم أن يستهدفوا ولو لم يكن لديهم فتاوى فعلا تنص على ذلك؟ طيب دكتور علي، لاحظنا أن الجرائم المتوحشة في هذا العصر على الأقل ليست موجهة إلى الشيعة فقط، ولكن موجهة إلى أقليات أخرى. فالمسيحيون على سبيل المثال سواء في سوريا أو في العراق تعرضوا إلى أيضا أعمال وحشية. أين تندرج هذه الممارسات مع الثقافة والتراث الإسلامي الذي ينص على التكفير والتقتيل؟ كما قلت لك، حين تجد مثلا نص ابن تيمية واضح تماما، كل ما يجعلك تتشابه أو تتشبه بأدنى درجة مع المسيحيين أو مع أي أقلية أخرى غير المسيحيين فهو حرام، حرام تشابهك معهم، لأن هذا التشابه يمكن أن يقربك منهم، يمكن يجعلك متأثرا بهم. فهذا نص واضح، يعني كل كتابة حين تقرأ كتبه كلها تنص على هذا الموضوع بحساسية فائقة جدا جدا، وهو يستشهد بنصوص من التراث الإسلامي أيضا الذي سبقته. يعني إذا كان ابن تيمية هو توفي في 728 هجرية، فهو يستند إلى نصوص في القرن الأول الهجري في كيفية التعامل مع المسيحيين مثلا حين فتحت البلدان التي هي اليوم إسلامية ولم تكن من قبل إسلامية، يستندون إلى هذه النصوص أيضا. فلدينا لدينا نحن كم هائل من نصوصنا التي تدرج، يعني تعتبر الشيعة وتعتبر المسيحيين وتعتبر الأيزيديين وتعتبر الدروز وتعتبر العلوين، كلهم صنف واحد. طيب، ونحن في الحقيقة نفخر ببطولات صلاح الدين الأيوبي وببطولات الزنكيين، ولكننا لا نعرف ما الذي جرى هناك، لا نعرف أن مثلا السهروردي كفيلسوف إشراق تم قتله وتم يعني قتله بطريقة متوحشة بفتوى من فقهاء وبتنفيذ من قرار سياسي كان يقوده صلاح الدين الأيوبي. لماذا حدث ذلك؟ لا نتساءل أبدا، وكأنه مسألة حدثت خطأ بسيط أو غفلة في التاريخ وليست كانت قاعدة فقهية موجودة. طيب دكتور علي، على مر التاريخ الإسلامي لماذا لم يتصدى أحد لنقد وتفكيك هذه النصوص التكفيرية في التراث الإسلامي؟ هل حدث ذلك؟ وإذا لم يحدث لماذا لم يحدث؟ أولا، السلطات السياسية التي تعاقبت على العالم الإسلامي، يعني من السلجوقية للزنكية إلى الأيوبيين إلى المماليك ثم إلى الدولة العثمانية، كلها وظفت الدين، يعني الدين في صورته الشعبية وظفته لصالحها. فليس من مصلحة هذه السلطات السياسية أن تنتقد الدين، أن تنتقد هذا التدين، لأنها تعتبر تنتقد الدين، وهي دائما تطرح نفسها وكأنها حامية حمى الدين، وتطرح نفسها دائما أنها مدافعة عن هذا التدين. فبالتالي المصلحة السياسية تقتضي أن تحافظ على هذه النصوص وأن تدافع عنها وأن تطرح نفسها كمدافعا عن الدين ومدافعا عن الفهم الديني. وبالتالي الجامعات أيضا والمدارس التي الدينية التي أسست لدينا كلها استمرار إلى المدارس النظامية التي أسسها نظام الملك، التي لا تعترف بأي شيء خارج العقيدة الأشعرية وخارج كان المذهب الشافعي في ذلك الوقت، وتسامحوا نوعا ما مع المذهب الحنفي. وهكذا يعني نشأت لدينا مدارس دينية، وأنا أقول أن المدارس الآن والشريعة، مدارس الشريعة اليوم الموجودة اليوم هي امتداد لهذه المدارس. لذلك ستجد أن مدارس الشريعة بالنسبة إليها الفلسفة حرام، علم الكلام تقتصر فقط على الضروري منه وتحرم البقية تدريس علم الكلام فيه. المعتزلة مثلا الذي تم إحراق تراثهم كله لا مكان لهم اليوم في المدارس الشرعية، هم سنة ولكن في المدارس الشرعية السنية لا يدرسون. دكتور علي، لنعود مرة أخرى إلى السادة المشاهدين الذين يشاركون عبر موقعنا في تويتر لنستمع إلى بعض إجاباتهم حول سؤالنا عن الأعمال الوحشية التي تمارسها الجماعات المتطرفة، هل هي نتاج لشذوذ فقهي
أم لها جذور في التاريخ الإسلامي؟ علي هاشم وهو صحافي بقناة الميادين يقول: تحياتي، لا شك أن هناك شذوذ فقهي ضارب في التاريخ. ابن خلدون تحدث عن الوحشية الموجودة عند العرب في مقدمته الشهيرة. المحامي حجر معرفي يقول: الأمران مشتركان، ففي التاريخ الإسلامي حوادث أشد مما يحصل الآن، وكذلك الفتاوى الشاذة من بعض المشايخ لها دور في ذلك. مبارك القناعي يقول: بعيدا عن التاريخ، الوحشية والعنف تولد العنف، وجانب مما يحدث نتيجة أنظمة دكتاتورية حاكمة ظالمة لسنوات مضت أنجبت هذا العنف. الصحفي أحمد بوخميس يقول: لها سلسلة تاريخية مرت بظروف قاسية، منها تعزيز السياسة وإهمال الدين كما حدث في العصر الأموي وفي حقبة من العصر العباسي. المحامي محمد دشتي يقول: منذ ضرب الكعبة بالمنجنيق حتى سرقة الحجر الأسود على يد القرامطة، العنف له مبرر عملي وهو الحكم، مثل فعل العصابات الصهيونية. راشد العنيزي يقول: كلما ضعفت الدولة الإسلامية كلما ظهرت مثل هذه الجماعات، لكن وحشية الجماعات المعاصرة خليط لجهل ديني واستغلال سياسي موجه. محمد العجمي يقول: شذوذ فكري بالطبع، فالتاريخ الإسلامي لم يكن بهذا الشكل المتطرف الذي شوه صورة الإسلام بالعالم الأجنبي. هل لك تعليق على هذه المشاركات دكتور علي؟ أعود إلى بالمناسبة القرامطة التي وردت اسمها أيضا. القرامطة يعني هي جماعة أيضا على فكرة، يعني جماعة أقرب الآن إلى داعش القرامطة، وهم انبثقوا جماعة، يعني جماعة كانت ضمن الإسماعيلية ثم انفصلت عنها، وشوهت شوه التراث الإسماعيلي وشوه تراث الشيعي أيضا باسم القرامطة. نعم. واعتبر القرامطة ما كانوا فعلوه مثلا بالحجر الأسود عمم على أنه هي هذا ما لدى مثلا الإسماعيليين، وكأن الإسماعيليين مثلا هم جماعة لا دين لديها، جماعة تقوم بالفسق، جماعة لا شريعة لديها. وما عمم على الإسماعيلية عمم على الفرق الإسلامية الشيعية كلها، بالتالي أصبح لدينا توحش في النصوص بسبب هذا الخلط الموجود، وهو خلط سياسي مقصود من أجل محاربة السلطات السياسية أو المراكز السياسية التي كانت خارجة عن الخلافة العباسية. طيب. والخلافة العباسية كما قلت عملت على إنتاج نسخة غير شاذة، نسخة من التدين غير شاذة، تعتبر هذه النسخة هي الإسلام الحقيقي، كل من هو لا يتماثل معها هو كافر، هو ضال، هو مضل، هو مبتدع. فكيف أقول إنه نصوص شاذة وهي النصوص التي عممت في العالم الإسلامي كله؟ طيب وبالمناسبة نعم تفضل. أيوة. تابع. بالمناسبة أقول أن هذا التعميم ما زال إلى اليوم. أعطي مثال، أنا محمد أركون هو نموذج للأكاديمي اللي بدأ في هو أكاديمي وهو سني بالمناسبة، بس هو علماني وكان يدرس في جامعة السوربون. اليوم من أبرز ناقد له هو الباحث الكبير أيضا رضوان السيد. هذا الباحث الكبير نتفاجأ اليوم أنه يعني تحول إلى أصولي، ومن يقترب من هذه النصوص يعتبره أنه ينتقد السنة وليس ينتقد الأرثوذكسية السنية، ويعتبر أن محمد أركون هو أول شخص فتح هذا المجال للهجوم على السنة، وكأن من ينتقد التوظيف السياسي إلى المذاهب السنية، ومن يجعل من نسخة وحيدة تمثل الإسلام السني يعتبره أنه ضد السنة. طيب فإذا كان واحد في قامة رضوان السيد ينظر إلى تراث محمد أركون وإلى عمل محمد أركون الأكاديمي، هذه النظرة الطائفية، هذه النظرة التي تضيق بالنقل، فكيف سنتوقع دكتور أن علي هناك من ممكن يتجرأ على هذه النصوص ويتحدث حولها؟ دكتور علي، ظاهرة داعش هل تمثل صراعا سنيا شيعيا أم صراعا بين إسلام متطرف وإسلام معتدل؟ كيف تفسرها؟ نعم، إذا كنا سنذهب إلى الصراع السني الشيعي بالمعنى مثلا الذي عالجه
المفكر الكبير جورج طرابيشي. جورج طرابيشي طرح فكرة العلمانية كإشكالية إسلامية إسلامية في كتابها هرطقات، وهو تعرض إلى نصوص كثيرة من التراث الشيعي ومن التراث السني، ووجد أن هذين التراثين يتبادلون مع بعضهما الصراع، ويقول أن هذا الصراع يجعلنا أكثر قناعة بأن العلمانية هي الحل لكي نؤسس دولة خارج المذاهب وخارج فكرة التكفير المتبادل ما بين الجماعات. لكن أنا أقول إن اليوم الذي نحن فيه في ظاهرة داعش لسنا أمام صراع سني شيعي، لسنا أمام صراع سني شيعي، بدليل أن هذه النسخة من داعش هي ضد كل من هو ضدها، هي ضد حتى السنة الذين لا يتبنون وجهة نظرها، كما هي ضد الشيعة بالمطلق وضد كل الأقليات بالمطلق، وهي ضد السنة الذين لا يتفقون معها أو لا يوافقون على النصوص التي تبناها من نصوص التكفير ونصوص التقتيل. موضوع داعش موضوع أكبر من صراع سني شيعي، هو موضوع يتعلق باستدعاء نصوص من التراث، نصوص تبيح القتل. هذه متبنيات داعش. طيب، ولكن داعش هناك جماعة أخرى أيضا. أي نعم. طيب دكتور علي، يداهمنا الوقت، باختصار ما هو المدخل لوقف هذا القتل المجاني وهذه الوحشية التي تضر بالصورة العامة للإسلام؟ كيف يمكن أن نوقف هذه المجزرة التي ترتكب باسم الدين؟ طبعا احنا محتاجين ايضا الى يعني شيء يشبه النهضة، محتاجين الى شيء يشبه مشروع انمائي كبير، محتاجين الى يعني انا لا استطيع ان اقول لدي حلول في هذا المشروع. انا اقول نحن كمثقفين كمختصين في التراث الاسلامي علينا ان يعني طالما ظاهرة داعش الموجودة اليوم هي تنبهنا الى ان النصوص الموجودة في تراثنا نصوص بمثابة المفخخات، علينا ان نفككها، علينا ان ننقدها، علينا ان نكون جريئين فيها، لكن ذلك وحده لا يكفي. طبعا لا يكفي أبدا، هذا الشيء محتاج إلى شيء أكبر من ذلك، محتاج إلى مشروع نهضوي كبير، محتاجين إلى, إلى, إلى أن يكون هناك مؤتمرات ربما كبيرة، تكون هناك مبادرات كبيرة لكي نواجه أنفسنا، لكي تصبح فعلا داعش هي شاذة ربما في الممارسة الوحشية التي نجدها مارست أقصى شيء ممكن، ولكن النصوص التي استندت إليها وشرعت لها أنا أقول هي ليست شاذة في ممارستها. نعم مارست أقصى أنواع الشذوذ وأقصى أنواع العنف، ولكن أنا أيضا أقول أن هناك أيضا في تراثنا التاريخي من هناك أيضا ممارسات شبيهة، ولكن لم يكن هناك إعلام، لم يكن هناك تويتر، لم يكن هناك فيسبوك، لم يكن هناك الفكرة واضحة دكتور يوتيوب. علي دكتور علي داهمنا الوقت، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور علي الديري على هذه المشاركة في هذه الحلقة المميزة. شكر لكم أعزائي المشاهدين، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.